لا، على 16/1/2013 أثار قصف المدفع العنيف التي تعرضه المدينة يوميا. لا، 16/1/2013 أثار قصف المدفع العنيف التي تعرض له المدينة. ولك يا عمي، خلنا نطلع قبل ما نجي عليه. حتى كابلات الهاتف في المدينة لم تسلم عن كل تحديد كابلات الهاتف، حتى الكهرباء، وحتى الكهرباء لم تسلم من القصف، كلها عبارة عن بنى مهدمة لا نستطيع استخدامها من أثار القصف المدفعي العنيف الذي تعرض له المدينة.